السلام عليكم شباب وحياكم الله. اليوم عندي استعراض لهدية خاصة جتني من مايكروسوفت وهي اكس بوكس 1 اس نسخة ماينكرافت. ماينكرافت واحدة من اشهر الالعاب اللي موجودة في العالم كله، في كل مكان مشهورة، في اليابان مشهورة، في امريكا مشهورة، في السعودية مشهورة. فمايكروسوفت سووا نسخة خاصة من الاكس بوكس الجديد حقهم لهذه اللعبة، وطبعا عندنا الاكس بوكس 1 اس الابيض الجديد اللي بينزل في السعودية هذا الاسبوع. طبعا هو تاخر عن الاصدار العالمي لاسباب عده ما نعرفها، يمكن نسال مايكروسوفت عنها، لكن اخيرا وصلوا السعوديه واللي طلبوا الطلب المسبق ابي يسلمون اجهزتهم. فهذا الاكس بوكس 1 اس الابيض، خلونا نفتح الصندوق مع بعض ونشوف ايش داخله ونتكلم عن الاكس بوكس 1 اس الابيض وايش فرقه عن الاكس بوكس العادي اللي كان نازل من قبل. اذا يلا نفتح الصندوق مع بعض. اوكي نشوف. التعليمات الخاصة بتركيب اليد وبتركيب الجهاز على شكل مكعب العشب حق ماينكرافت وعلى شعار الاكس بوكس. نطلع الان هذا الشيء، صراحة الشكل رهيب، كل شيء على ماينكرافت، كل شيء حتى الاشياء الداخلية. طبعا هذه اللعبة الكاملة ماينكرافت نسخة ويندوز 10 موجودة تجي مع الجهاز، وايضا عندنا ماينكرافت اكس بوكس 1 اديشن انكلود فيفوريت باك مع الفيفوريت باك، وهنا حزمه البناء بيلدرز باك حقت ماينكرافت ايضا. طيب نسحب شيء ثاني هنا. الله ايش عندنا هنا؟ سلك الاتش دي ام اي عشان نشغل الاكس بوكس، وهنا عندنا يد التحكم، وهنا شاحن الكهرب. طبعا لو لاحظتوا ما عاد في البلوك الكبيره ذيك حقت الاكس بوكس، الحين شاحن الكهرب عادي مثل باقي الاجهزه، صار انسان طبيعي. نشوف اليد لان اليد صراحه رهيبه. طبعا مش احلى من اليد الاليت، اليد الاليت ارهب شيء في الدنيا، لكن هذه رهيب فيها لونها الابيض رايق مره. اوكي طبعا مع اللون الاسود، الباقي مثل يد الاكس بوكس العادية. فخلونا نطلع الجهاز اللي هو أهم شيء. أوكي بسم الله، يا سلام. هذا هو شيء رهيب، لون الأبيض. طبعا هنا فتحة التهوية موجودة من فوق، وإذا لفيت كذا تشوفها بعد. أوكي من الجهة هذه فتحة تهوية ثانية، هنا أيضا في فتحة تهوية بعد. أوكي من قدام شكل الجهاز رهيب. طبعا أنا ودي أوريكم بس مقارنة بالجهاز القديم. أوكي شوفوا جنب بعض، تشوفون الفرق يعني صراحة. أوكي فوق بعض بعد نوريكم. شوف الجهاز الجديد مش كبره، الجهاز الجديد صراحة رايق جدا. بس خلونا نكمل الاستعراض نوريكم الفتحات اللي موجودة عندنا HDMI out HDMI in. زي ما تعرفون في خاصية انك تقدر مثلا تشبك اي مصدر ثاني للصورة، هنا مثلا دش حق التلفزيون USB فتحتين، فتحة للصوت اللي هي الاوبتيكال اذا كان عندك نظام احاطة صوتي، وايضا عندك المنفذ الخاص بالانترنت سلك اللان. طبعا جهاز انيق جدا صغير جدا، يعني صراحة انا ما ابالغ اذا قلت يمكن هذا اجمل جهاز كونسول شفته على الاطلاق، يعني بالشكل هذا وبالحجم هذا واللون الابيض كل شيء راكب عليه طالع رهيب جدا جدا جدا. اذا هذا هو الاكس بوكس 1 اس، صحيح طول شوي لما جانا السعودية بس اخيرا جاء. ما اشوف اي سبب ان اي واحد يبي اكس بوكس 1 الحين ما ياخذ نسخة اس هذه الرهيبة. محمد هذا جهازك القديم. اي الله يعطي العافيه. المغبر الخايس المعفن مو بخايس، ما في اتش دي ار، ريحته خياس قديم. هذا جهازك الجديد اللي معطيك اياه مايكروسوفت. مين عطاك اياه؟ مايكروسوفت. ايش تقول لهم؟ قول لهم شكرا مايكروسوفت. شكرا مايكروسوفت. حراره شوي قول شكرا مايكروسوفت. قول شفت هذه الطابوقه نسينا ايامها، نسينا تطلع صوت طياره وازعاج وكذا. يلا قل 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 وراي شكرا عمتي مايكروسوفت. وش تبي انت؟ خلاص شكرا ما قصروا، اعطوك جهاز بفلوس بفلوس يا عمي.
كريسماس ناس يطقوا فيه انت على تبن ما بالجهاز